الكوتش أزهر شهيد مدربة معتمدة في التنمية الذاتية ومدربة معتمدة أيضا في الحساب الذهني. بالنسبة للدورة اليوم اللي تناولت أسباب ضعف التركيز والانتباه عند الأطفال والتلاميذ والمراهقين بصفة عامة، ركزنا بالأساس على الأسباب اللي كتكون بطبيعة الحال داخل الأسرة، من خلافات أسرية، من تربية عن طريق الضرب، عن طريق الصراخ. هذه أمور كلها احنا ما كنردوش لها البال داخل البيت. الخلافات العائليه اللي كتكون امام الاطفال ديالنا راه كتخلي عندهم واحد الضعف ديال التركيز داخل القسم، تيبقى يفكر في هذاك المشكل. هذه الامور كلها خصنا ضروري اننا نوعوا بها، وخصنا اننا نتداركوا الامر قبل ما يعني الوليد يكون فاتوا يعني واحد الوقت طويل وما خداش ما اللي كيحتاجوا من العمليه التعلميه. كذلك بطبيعه الحال كاينه اسباب اللي هي كثيره، كاين اللي كيكون عنده مثلا فرط الحركه وتشتت الانتباه، اكيد هذا تيؤدي به الى ضعف التركيز، وخصنا دائما الى لاحظنا واحد المشكل عند وليداتنا نتواصلوا مع المختصين في هذا المجال هذا، وناخذوا منهم تشخيص على الوليدات ديالنا. كاين ايضا نقص ديال السمع، كاين ايضا نقص ديال البصر. احنا ما نقدروش نلاحظوا هذه المساله هذه بشكل يعني سهل. الاساتذه عنده في القسم كيقدروا انهم يوصلوا لنا هذا الميساج هذا بان الوليد ديالك راك ما كيسمعش مزيان، حاول انك دير له واحد التشخيص عند طبيب اللي خاص بهذه الحاسه هذه. بصفه عامه خصنا حنا نردوا البال مع الوليدات ديالنا ونركزوا معاهم اكثر من يكونوا تيحفظوا. خصنا نهيئوا لهم الجو المناسب، المكان المناسب، الهدوء المناسب. فما يمكنش انا نحطه في واحد لوندغوا اللي هو فيه ضجيج وفيه حركه ونقول بان بغيت الوليد ديالي يركز، وبالتالي راه هو ما غيركزش في المراجعه ديالو، ما غاديش يركز كذلك في التحصيل ديالو داخل القسم. وبطبيعه الحال انا كنأكد على العلاقه ما بين التلميذ وما بين الاستاذ، هي علاقه خاصها تكون مبنيه دائما على الرضا وعلى الحب، باش يقدر هذاك الوليد ياخذ من ذاك الاستاذ يعني بكل حب، وكيكون عنده واحد الاهتمام واحد الشغف انه يتبع الدرس. وبطبيعه الحال ما ننساوش الانشطه، ضروري خاصها تكون انشطه اللي كتكسر لينا ذاك المده ديال التركيز داخل القسم. فما نفوتوش واحد ال 15 10 حتى ال 15 دقيقه ندير واحد الاكتيفيتي، الواح، تمارين حركيه، باش نقدر اني نهرس له هذاك التركيز وعاد نرجعه عاوتاني باش يركز معايا. وهكا كونوا اكيدين الا حاولنا الجهود كلها خاصها تضافر، لا من الاسره، لا من المؤسسه، لا من المربيين، خاصها تضافر من اجل هذاك الطفل باش تكون عنده واحد النفسيه مبنيه على توازن. وكنشكر جدا، كنشكر المؤسسه، مؤسسه اي بي ام، على راسها الاستاذ زكريا طارق على هذه المبادره الطيبه، لانها مهمه بزاف، والمواكبه النفسيه داخل المؤسسه شي حاجه اللي مهمه بزاف، وان شاء الله غادي تكون مع الوليدات ديال المؤسسه. وشكرا. السلام عليكم، الاسم ديالي الهام القرش، اخصائيه نفسيه. كما شفتوا معنا اليوم كان واحد اللقاء حول واحد الموضوع اللي كيهم الجانب التربوي والجانب التعلمات الاساسيه للطفل، اللي هو الانتباه والتركيز، حيث تم تسليط الضوء على شنو هي اهم الاسباب والاعراض التي تظهر عند الطفل الذي عنده صعوبات سواء على مستوى التركيز او الانتباه، بالاضافه الى اهم الاستراتيجيات التي يجب على سواء على المؤسسة التربوية أو على الآباء أو حتى على المستوى المحيط التربوي للطفل من اتباعه من أجل بناء تعلمات أساسية لهذا الطفل، لأن كل من التركيز والانتباه هما عمليتان نفسيتان ضروريتان جدا لبناء التعلمات الأساسية لدى الطفل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.